لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين مزيانين. مرحبا بالبنات والبنات ديالي في فيديو جديده. صفقوا لي على الشمعه الحمراء، داك الشيء ماتشي ماتشي مع العكر اختي. هاد الشمعات الحمرين والكحلين اللي كتشوفوا ديما كنشعلهم، راه كنشري وحده بجوج اورو، شمعه وحده ب20 درهم عافاكم. قولوا لي واش هذا ماشي ظلم؟ بان ليا واقيلا غادي نبدا نشعل غير دوك الشمعات ديال السيد، دوك البيضين ديال 10 دريال والله العظيم. ما عليناش، هاد الشهر هذا غادي نبدل البروغرام ديال الفيديوهات كاملين، حيت قررت ندير لكم غير الفيديوهات اللي كتطلبوا نتوما مني. صراحه كتجيني شويه ناقصه، بقا نشوفكم كتطلبوا مني فيديو بزاف ديال المرات في لي كومونتير وما نديهاش فيه، ماشي ما نديهاش فيه، ما نديروش ليكم فلاشين. وكيف ما القناه ديالي راه ديالكم حتى نتوما، من حقكم تشوفوا فيها داكشي اللي بغيتو. كنت انا موالم ني وموالم شخصيتي بطبيعه الحال، ولكن غنحاول ندير شويه ديال لي فور باش ندير لكم دوك الفيديوهات اللي انايا ما كنتشدش ليهم بزاف، بحال الفيديو ديال اليوم مثلا والفيديو الجاي حتى هو كتطلبوا مني بزاف بزاف بزاف. النقطه ديال الضعف ديالي هي نتوما، صراحه ما كنقدرش نخسر لكم خاطركم. اليوم غادي نهضروا على كاميرون هيرين. هاد الايام هادي راه غير هو في ترند، وصراحه ما كنحملش انا دوك المواضيع ديال الترند، ما عمري ما كنهضر على شي حاجه اللي كيكونوا الناس كاملين كيهضروا عليها ونايض عليها الضجه وداكشي. ولكن هاد الفيديو ديديكاس لدوك الزهوانيات اللي كاينين في هاد القناه، والله العظيم حتى الرجال غير داين شناشي، العيالات زهوانيات كثر منهم، وحق الله كيشوفوا الزين كيدوخوا. عرفتي اش غنديروا الزين حبوا مولانا. بلا ما نطول عليكم، بيزات وبيزين، الا كنتو ريدي ليتس جو. القضية ديال الكاميرون هيرين اللي تعرف بالمجرم الوسيم او السجين الوسيم، المهم شي حاجه الوسيم دائما. غادي نحاول نطرق لشي نقط اللي ما سمعناهمش، حيت انا ما كنمشيش نتفرج في فيديوهات قصاير ديال انستغرام ونجي نبقى نحجي عليكم. فواخا حنا كاملين عارفين الحكم ديال الكاميرون حيت راه داير بوم، ولكن غادي نقول لكم القضيه ديال اليوم بحال مولفه كنقول لكم القضايا من الاول حتى الاخر، وعاد من بعد غادي نقول لكم الراي ديالي انا، واش كاميرون كيستاهل هاد الضجه هادي، واش كيستاهل التعاطف هذا اللي تعاطفوا معاه الناس اكثريه البنات. قبل ما نهضروا على كاميرون هيرين غادي نهضروا على والدي. بابا سميتو كريستوفر هيرين، ومو سميتها شيريل هيرين، وبا كان كيقرا في لونيفرسيتي ديال هارفارد. رحنا عارفين ان هارفارد ماشي اي واحد كيدخل ليها، وبطبيعه الحال اللي غادي يقول هارفارد غادي يقول خدمه خياليه من بعد الجامعه، واللي غايقول خدمه خياليه من بعد الجامعه غايقول العاقه اختي الحبه الحبه. وشيريل هيرين حتى هي عندها خدمه مزيانه كيف ما كنقولوا حنايا، بيان بلاسي، خدامه في واحد الشركه سميتها ستيت فارم، وكتخدم حتى مع فلوريدا انترناشونال يونيفرسيتي. صراحه ما عرفتهاش بالضبط شنو كدير، ولكن حتى هي عندها خدمه مزيانه. نهار 9 سبتمبر 1999، شوفوا شحال من 9 في عيد ميلاد ديالو، 9 ديال النهار و9 ديال الشهر و9 9 ديال العام. قولوا لي اختي وحنا مالنا، جات فينا هذه المعلومه، بغيت نشارك. المهم في 9 سبتمبر 1999 غادي يتزاد كاميرون هيرين اللي دابا داير بوم في انستغرام، وانا شخصيا تفرع ليا راسي بتصاوره، وليت كنشوفهم في لاكي في مدرت. كاميرون كان عنده خوه كبر منه بثلاث سنين سميتو تريستن، وكانوا كيقراو نفس المدرسه. المدرسه ديالهم كانت سميتها تامبا كاتوليك هاي سكول، عرفتوا دوك المدارس الدينيين اللي كيقريوهم الدين وكيعلموهم يديروا الاعمال الخيريه وكل شيء. وهذه المدرسه هذه عندها سمعه خايبه خايبه بزاف، حيتاش كان كيقرا فيها واحد سيريال كيلر، واحد القاتل متسلسل سميتو هاول دونالدسون، كان قتل بزاف ديال الناس لحد الان راه باقي في الحبس. ما عليناش، كاميرون كان عنده الصديق المفضل ديالو سميتو جون بارينيو، وكانوا صحابهم شحال هذه من الطفوله ديالهم. وبلا ما نقول لكم ان لا كاميرون لا جون لا دوك الطبقه كامل اللي كانوا كيقراو معاه كانوا مفشين، حيت تقريبا كاملين والديهم كانوا لاباس عليهم. كاميرون كان مفشش لدرجه انه فاش دوز البيرمي شراو ليه والديه فورد ماستنج. عفاكم شكون كيشري لولدو يلاه دوز البيرمي سياره قويه بحال هكا فورد ماستنج؟ انا بعدا غنكون مليونير ما نكذبش عليكم، ما نشريهاش لولدي، نشري ليه طوينيبيله عاديه وشي طوموبيله الكتريك ما كتفوتش 50، ولكن ما نشريش ليه هذه الوحشه هذه. ولكن الوالدين الله يهديهم شي مرات كيبغيو يديروا الخاطر اكثر من القياس للاولاد، ما عارفينش بانهم كيخرجوا عليهم، حيت هاد البراش هادو اللي كيكونوا والديهم لاباس عليهم كيبقاو يحميوهم، ديما كيلقى باه موراه باغي يعيط لهذا باغي يعيط لهذا، حتى هما عندهم باك صاحبي، راه الفلوس في العالم كامل كيقدروا يخرجوك من المأزق، ماشي عندنا في المغرب. فكتحس بهم زاعمين، حيتاش واحد دابا والديه ما عندوش ما يقدرش يخرج هكا بالطوموبيل ويبقى يقول صافي اللي ليها ليها، مشينا نتسابق مشي، يبقى يخاف غيقول دابا الا درت شي مصيبه ما كاينش اللي غيعتقني. اما واحد باه مليونير يبقى يقول واه غير حديد هذا تهرسات هذه تشري وحده اخرى. 21 ماي 2018، كاميرون وصاحبو جون غادي اخيرا ياخذوا الباك ديالهم، يعني غادي يتخرجوا ويساليو الليسي. ويومين من مور التخرج ديالهم نهار 23 ماي 2018، جون وكاميرون غايقولوا شنو نديرو ما نديرو، نديرو السباق. فين غنديرو السباق؟ في الشارع العام. والواعره في هادشي هي ان كاميرون غادي يمشي عند خوه الكبير تريستن وغادي يقول له راه بغيت ندير السباق مع جون، وفعلا تريستن غادي يمشي معاه. زعما خويا تريستن راك انت مول العقل، راك انت كبير من خوك، ولكن ويلي ممكن باش محزمه واحد كفاش من
الاخر غادي يخرج سي كاميرون البوغوس بديك الماستينغ ديالو والبيست فريند ديالو جون غادي يكون صايق هاد النيسان هادي وعافاكم غادي يكونوا غاديين في الشارع العام بسرعه اللي كتفوق 120 كيلومتر في الساعه يعني بحال السرعه اللي كيكونوا غاديين بها الناس في لوطوروت ولكن في الشارع الشارع العام بحال الطرقان اللي كندوزو منهم حنا وكنقطعو منهم وكاين حداهم الناس وداك الشارع اللي كانوا كيتسابقوا فيه فيه تحديد ديال السرعه والماكسيموم اللي تقدر تمشي به هو 50 ولا ما عرف 45 ما عقلتش صراحه حيت داكشي بالمايلز وانا غير بقيت كنقلبوا الكيلومتر وهما كانوا غاديين ب 100 حتى ل 120 كيلومتر والخايب في هادشي كامل هي انهم ماشي اول مره كيديروا هاد السباق هذا راه موالفين الناس حيت دوك الجيران كاملين موالفين كيشوفوهم كيتسابقوا هذاك الشارع اللي كانوا كيتسابقوا فيه سميتو بيشر بولفار ومع الاسف كيوقعوا فيه بزاف ديال الحوادث معروف اصلا ديك المنطقه ديال تامبا اللي ساكنين فيها هما معروفه بالحوادث معروفه بالناس ما كيحترموش القوانين ديال المرور وشحال من حاجه فاش غيكونوا كيديروا السباق غادي تبان ليهم واحد المراه بالبوسات ديالها قاطعه الطريق وغادي تبان لجون هو الاول فجون فاش غادي يشوف ديك المراه شنو غادي يدير غادي يدور باش ما يضربهاش وكاميرون ما غاديش يبقى التركيز ديالو مع ديك المراه يبقى التركيز ديالو مع صاحبو جون حيت ما بغاش يدير كسيده مع صاحبو ففعود ما يدور لعند صاحبو غادي يدور للجهه ديال المراه وغادي يمسها هي وبنتها شفت شحال من واحد كيهضر على هذه القضيه هذه ديال كاميرون وما عمري ما شفتهم كيهضروا على شكون هي ديك المراه كيفاش عاشت شكون هما عائلتها وهذه حاجه اللي محزنه الصراحه بحال ديك المراه غير مهمه صافي يضرب مراه وبنتها شكون هما هاد المراه وبنتها هما راه ناس كانت عندهم حياه كانت عندهم عائله كان عندهم ناس كيبغيوهم ماشي غير حيت كاميرون بوغوس نتعاطفوا معاه وما نشوفوش اصلا شكون ديك المراه اللي ضرب يعني حتى شي واحد مهتم بها ما باغيش يعرف حتى سميتها الناس فانا سيده شفتي احتراما للضحايا غادي نهضر لكم على شكون هي ديك المراه وشكون هي البنيته ديالها هذيك المراه سميتها جيسيكا ريسينجر وحتى هي قرات وتخرجت من الجامعه ديال كنت ستيت اوهايو وكانت كتخدم في واحد الكافيه ريستورون سميتو ثوت سايبر كافيه وهذاك الكافيه كاين في وسط الجامعه اللي تخرجت فيها فمنين تخرجت بقات خدامه تما نيت وغير عامين من قبل الحادثه جيسيكا تزوجات مع البوي فريند ديالها اللي سميتو ديفيد وديفيد كان هذاك هو العام ديالو الاخر في المدرسه ديال الطيران باش كان غادي يولي بيلوت وكانت عندهم بنوته سميتها ليليا وعندها عام زادت في 2017 وبغيتو تعرفوا الحاجه الخايبه والمؤلمه في هذا الشيء كامل هي ان جيسيكا ما كانتش ساكنه تما كان جايه غير عند خالها او لعمها حيت كيقولوا انكل صراحه ما عرفتوش واش خباها ولا خمها المهم حنا نقولوا عمها كانت غير جايه عنده باش تزورو ومن بعد كانوا غادي يرجعوا بحالهم فاش وقعت الحادثه كاميرون وجون وتريستن غادي يهبطوا بطبيعه الحال حبسوا الطوموبيلات ديالهم يعني ما هربوا ما والو وغادي يعيطوا على البوليس وغادي يعيطوا على والديهم واول حاجه بطبيعه الحال غادي تجي لامبولانس وغادي تهز جيسيكا والبنوته ديالها لتامبا هوسبيتال يعني للسبيطار اللي كاين في ديك المدينه نيت ووالدين الدراري غادي يجيو للسين غادي يجيو لديك البلاصه فين وقع الاكسيدون وقال لك انهم غادي يكونوا خايفين وكلهم كيترعدوا والديهم حتى ما يكونوا خايفين ولكن واخا يكونوا خايفين ما كانوش كيتوقعوا هادشي اللي كيتسناهم ما كانوش كيتوقعوا شنو غيوقع لجيسيكا وليليا لان جيسيكا غير وصلت للسبيطار مع الاسف ماتت والبنوته بقات في الانعاش يومين وماتت نهار 25 ماي 2018 بطبيعه الحال فاش كيكون موت السائق كيتعتقل ففعلا غادي يعتقلوا البوليس كاميرون غادي يعتقلوا جون وغادي يعتقلوا حتى خو كاميرون تريستن واخا هو ما كانش سايق كان معاه ولكن خاصكم تعرفوا واحد الحاجه في القانون هي ان الا كان السباق غير قانوني وكان شي واحد راكب مع السائق حتى هو كيتعاقب بحالو بحال السائق فديروا هاد القضيه هادي في بالكم ما تقولوش انا راه ما سايقش ما عليا والو وفاش غيشدوهم بثلاثه بهم تريستن خو كاميرون غادي يقول للبوليس بانه هو ما كانش متفق على داك السباق هو غير كان خارج مع خوه ما صحابوش غيمشيو بديك السرعه الفائقه ففعلا خرجوه بغرامه ديال 500 دولار اللي هي تقريبا 4000 درهم مغربيه وكاميرون وجون خرجوه بصراح المؤقت صراحه المؤقت يعني كيتلقوهم ولكن ما عندهم لا الحق يسافروا ولا يديروا بزاف ديال الحوايج حيت المحاكمه كتكون باقه كماله كيكونوا مازال ما قرروا شنو غيديروا معاهم وفعلا المحاكمه طولت بزاف 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 تخيلوا الاكسيده وقعت في 2018 وحتى 2021 عاد كانت المحاكمه الاخرى اللي صافي القاضي اعلن على القرار النهائي ديالو 8 افريل 2021 غادي تكون المحاكمه الاخيره والصادمه والقاضي غادي يعطي الحق لكل شيء انهم يقولوا كلمه للعائله ديال كاميرون وصحابه للعائله ديال جيسيكا وصحابها وفي الاول غادي يبداو بالعائله وصحاب كاميرون وغادي يبداو يمجدوا فيه غادي يبداو يقولوا انه هو كان ولد رياف مؤدب ما يمكنش يبغي يقتل شي واحد بالعاني قالوا بان هذاك غير تراجيك اكسيدنت زعما اكسيده اللي خايبه بزاف ومؤلمه ولكن ماشي جريمه لانه هو ما كانش باغي يديرها وخالت كاميرون سميتها كيم سولتر غادي تجي حتى هي غتبقى تقول بان كاميرون ولد ريف بزاف ما عمره ما ادى شي واحد وبانه
وحتى هو مؤثر بزاف بهادشي اللي وقع ليه، بان في 2018 مر الاكتشاف ديال حياته تبدلات، ماشي زعما هو صافي كمل حياته عادي بحال ما وقع والو. وشيريل ماما كاميرون حتى هي غادي تقول بان هادشي اثر عليه بزاف، بان كاميرون تبدل، ما بقاش الانسان اللي كان قبل من الاكتشاف، حياته كامله تبدلات. المحامي ديالو جون فيتس جيبنز غادي يقول بان كاميرون ما كانش واعي بالخطوره ديال داكشي اللي كان كيدير، بانه غير بغى يدير السباق، ما كانش ناوي انه يقتل شي واحد ولا يدير شي جريمه، فهادي بالنسبه ليه ما كتعتبر جريمه، كتعتبر اكتساد عادي لان الاكسايد كيقدروا يوقعوا. وغادي يجي واحد الطبيب نفساني اللي سميتو دكتور مايكل سكوت، وهذاك الطبيب كان متبع مع كاميرون من نهار الاكتساد حتى لدابا، وغادي حتى هو يجي للمحكمه باش يشهد ويقول داكشي اللي عنده ما يقول في الحق ديال كاميرون. وهذا دكتور مايكل سكوت راه ماشي غير كيهضر باش يهضر، راه تلاقى مع كاميرون 30 حتى 40 مره، يعني راه دار معاه بزاف ديال الحصص. الطبيب غادي يقول فاش الناس كيكون عندهم 18 عام المخ ديالهم ما كيكونش مكتمل 100%، وبان المخ كيكتمل حتى العشرينات. قال بان في المخ ديالنا ان واحد البارت اللي كيعيطوا ليها هما ستوب اند ثينك، يعني حبس وفكر. هذيك البارت ديال المخ هي اللي كتخلينا نقولوا اوكي غادي نحبس نفكر عاد ندير شي حاجه، ولكن فاش كيكون عندك 18 عام هذيك البارت كتكون عندك غير كامله. وديك البلاصه سميتها ذا فرونتال لوبي، الا بغيتوا تقراو على هذا الشيء، انا كنقرا فاش كندخل لشي سوجي كنبغي نتعلم شي حاجه جداد. المهم هذاك الفرونتال لوب اللي كتكون فيه ديك البلاصه اللي كيعيطوا ليها ستوب اند ثينك ما كتكونش كامله عند انسان اللي عنده 18 عام، وهذا الشيء كيشرح علاش المراهقين كيكونوا متهورين، ما كيكونوش كيفكروا بحال الناس اللي في العشرينات ولا الثلاثينات، كيبقاو يديروا شي حاجه ومن بعد كيندموا عليهم. فداك الطبيب قال بان كون كاميرون كان في العشرينات ديالو ما عمره ما كان غادي يدير هذا الشيء، وكان غادي يفكر اكثر شنو داك السباق كان يقدر يسبب ليه اولا للناس اخرين. ومن بعد والدين كاميرون حتى هما غيجيو يهضروا وغادي يقولوا بانهم هما مستعدين يبيعوا الاملاك ديالهم كاملين ويبيعوا دارهم ويبيعوا كل شيء، ودوك الفلوس كاملين يعطيوهم الراجل جيسيكا ديفيد باش يعوضوه شي شويه على ديك الخساره، واخا هو الخساره ديالو كانت معنويه ما كانتش ماديه، وما كنظنش بان الفلوس اولا الماديات غيقدروا يعوضوا ديك الخساره ديالو. وفعلا هنا غيدوزوا الكلمه للسايد ديال جيسيكا الله يرحمها، الا بغيت نقول الله يرحمها نقولها، ما سوق حتى شي واحد فيها، ما تبقاوش تقولوا لي ما ترحميش على الغير المسلمين، لانني انا كنترحم على كل شيء، الرحمه ديال الله ما ديال حتى شي واحد، ماشي غير حيت انا غنقول يا ربي ارحم شي واحد راه غادي يرحمه، راه ربي هو اللي كيختار، الا بغى سيدي ربي يرحم شي واحد راه غادي يرحمه بزمني وبزمنكم. فهاد الكومنتات بحال هادو راه ما كنتقبلهمش باش نقول لكم الحقيقه. المحامي ديال جيسيكا سميتو ارون هابرد، ما عرفش هاد السميه العجيب، ما عرفش كاع كيفاش كتقرا، جايب معاه للمحكمه الملف ديال هذيك دي بلاك بوكس، كتكون واحد دي بلاك بوكس، واحد العلبه صغيره كتكون في الطوموبيلات ملاصقه، تسجل كلشي داكشي اللي كدير الطوموبيل، مثلا فرانيتي كتسجل في البلاك بوكس، درتي السينيال كتسجل في البلاك بوكس، باش فاش كدير شي اكسيد الله يحفظ كيقدروا يعرفوا شكون الخطا شكون ما الخطاش. وما كنصح حتى شي واحد يمشي حيده حيت راه غادي تعاقبوا قانونيا الا ما لقاوهاش عندكم، في حالات ما درتو اكسيد بطبيعه الحال ما كنتمناها حتى شي واحد. المحامي جايب معاه السجلات ديال البلاك بوكس ديال كاميرون اللي كيقولوا بان كاميرون ماشي غير داك النهار اللي كان مسريع، بزاف ديال الايامات عنده السرعه فائقه اكثر بزاف 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 من داك تحديد السرعه اللي الدوله كتكون دايره في داك الشوارع، وهذه بطبيعه الحال كانت نقطه اللي لعبت ضده. من بعد المحامي غادي تجي مت جيسيكا باميلا ريسينجر، وحتى هي غادي تهضر وغادي تقول بانها حتى هي متعاطفه مع كاميرون لان حتى هو ولد صغير وما بغاتوش يضيع حياته، ولكن غتقول بان الخساره اللي خسرات كبر بزاف 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 من التعاطف ديالها مع كاميرون، وبطبيعه الحال تبغي يتعاقب لان قالت بانهم هما خسروا بزاف، خسرت بنتها وخسرت حفيدتها، وبان حتى شي حاجه ما تقدر تعوض لها هاد جوج ديال الناس هادو. ومن بعد غادي يجي يهضر ديفيد راجل جيسيكا، وغادي يبقى يهضر لمده ديال 45 دقيقه، وغادي يبقى يوجه الهضره ديالو بزاف لكاميرون، وهادي حاجه اللي خصنا نفهموها لان ماشي سهله. المهم انا صراحه تفرجت في مده طويله ديال المحكمه وسمعتهم كاملين كيهضروا كلشي، وداكشي اللي قال ديفيد كان قوي بزاف، قال بان هذاك النهار اللي مراته وبنته داروا كسيده هو كان راجع من الخدمه باش يمشي يجيبهم من عند عمها، وقال بانه في الطريق وقفوهم حيت كان لومبوتياج بزاف، وحس بان شي حاجه ماشي هي هذيك، قلبو ضرو، وبطبيعه الحال داك لومبوتياج كان لان البوليس كانوا محبسين الطريق على وديت الكسيده اللي وقعات. وفاش اخيرا غادي يوصل للدار ديال عمها غادي يحل الباب وما غاديش يشوفهم، وقال بان هنا عرف شي حاجه ماشي هي هذيك، وغير شويه من بعد غادي يعيطوا ليه البوليس وغادي يقولوا ليها شنو وقع شنو وقع، وغادي يمشي للمكان ديال الحادث. وفاش غيمشي للمكان ديال الحادث غادي تبان ليه البوسيت ديال بنته تما، يعني الكروسه ديال بنته تما، صافي قلبو غيبغي يسكت وفعلا غادي يسخف، وغادي يوصلوا غير واحد سترينجر كيف ما قال هو، واحد راجل ما كيعرفوش هو اللي غادي يوصلوا للسبيطار. وفاش غيوصل للسبيطار وغادي يقولوا ليه الرقم ديال الغرفه ديال مراته، فاش غيقرب يوصل للغرفه غادي يبان ليه القسيس خارج من تما، لان كيجي القسيس كيقرا عليهم داكشي بحال حنا كنقراو القران على الاموات ديالنا، حتى هما كيجي القسيس ضروري للسبيطار وكيقرا عليهم قبل ما يديهم باش يدفنوهم. وفاش شاف القسيس خارج من ديك الغرفه قال صافي حياتي كلها تقلبات، بقيت كنشوف غير الظلام، لانه بطبيعه الحال عرف بان مراته هذيك اللي
ماتت، وبقى كيقول بأنه ما يقدرش يشرح للناس القوة الجسدية والعقلية اللي كان محتاجها باش أنه يدخل لامارك، لأنهم دخلوه لامارك باش يشوف مراته. تخيلوا ولقاها هكا كلها مضروبة ومجروحة، كانت حالتها حالة، لأن كسيدة اللي كتقتل راه كتشوه الوجه وكتشوه الجسم وكتشوه كل شيء. وفي الاخر بقى كيقول الجاج ام بيغين يو، عطيه 30 عام، كيقول ليه عافاك، كيطلب الجاج كيقول ليه عطيه الماكسيموم اللي نقدروا نعطيو في هذه الحاله هذه، لان السرعه الفائقه في السيارات اللي كيسبوا القتل كيكون الماكسيموم العقوبه ديالها هي 30 عام. فديفي بقى كيقول القاضي عافاك عطى الكاميرون 30 عام، يلاه نقدر نبرد شي شويه. وكاميرون غادي يكونوا عنده 4 ديال التهم. اول تهمه هي القياده المتهوره، حيت كان كيسوق بواحد الطريقه خايبه بزاف في شارع عام بديك السرعه الخياليه. ثاني حاجه هو السباق الخارج على القانون، السباقات راهم ممنوعين منعا كليا. الدراري عافاكم حداو راسكم، عارفه بان في المغرب كيتسابقوا الدراري، وانا حضرت عليها والدراري كانوا كيقراو معايا كيتسابقوا، وهذا الشيء راه خطير. انا براسي شجاعه في السوقان صراحه وكنزعم كل شيء، ولكن كنجري فوق الجريان، كنجري في لوطوروت، ما نقدرش نمشي نتسابق مع الناس في شارع عام، حيت حتى انا ما خفتش على راسي وانا ما همانيش حياتي، على الاقل غادي نخاف على الناس الاخرين. وجوج ديال التهم الاخرين بطبيعه الحال هما قتل ديال المراه وقتل ديال الرضيعه، وهذا الشيء غادي ياخذ عليه 24 عام. صاحبو جون غادي ياخذ 6 سنين، ولكن غادي ياخذ 15 عام من مور هذيك 6 سنين، غادي يبقى 15 عام. ما عرفتش شنو كيقولوا لها، واقيلا ادانه مع وقف التنفيذ ولا شي حاجه بحال هكا، يعني كيبقى ديما متابع الى دار هكا ولا هكا يشدوه في الحبس. وعنده 200 ساعه ديال الاعمال الاجتماعيه كوميونيتي سيرفيس، يعني يبقى يمشي يعاون دوك الناس اللي محتاجين يتعاونوا، الا كانت شي حاجه بغاها الدوله يمشي يديرها. وهاد جون هذا صاحب كاميرون اصلا ما سمعناهمش كيهضروا عليه، حيت بغيت نقول خايب ولكن ما زوينش بحال كاميرون، واخا الجمال كل واحد كيف ما كيشوفو. تقدر انت ولا انت يجيكم كاميرون اجمل واحد في العالم، وانا يجيني عادي انسان عادي، وبصح انا جاني انسان عادي زوين ولكن ماشي شي حاجه خياليه. وباش نقول لكم انا الراي ديالي في هذه القضيه هذه، ما عجبنيش الحال، الدنيا بلوجوها في الصراحه، بلوجوها بس صاحب الفلوس وبلوجوها، لان هذا الشيء هذا راه كيوقع دائما، هاد الكسايد هادو والناس كيدخلوا للحبس وهادي وهادي، ولكن قليل فين كيديروا بوم، لان دوك الناس كيكونوا وجههم عادي وما كيكونش عينيهم زرقين والشعر عم سبسب وداكشي اللي كيبغوه المراهقات. وعفتو كنشوف شي جروبات والله الا شي بنات والله تمسطين، وحده قالت لك باغا تولي محاميه باش تكبر وتدافع عليه، وحده قالت لك يا ربي سجنوني معاه في الزنزانه نبقى معاه 24 عام. عرفتي البنات دايرين عليه الجروبات وخرجين عليه المظاهرات في العالم كامل. راه فضيحه فضيحه وقعت لهاد كاميرون، علاش؟ حيت عينيه زرقين. اوكي ودوك الناس اللي ماتوا هذوك حيت ما عينيهم مش زرقين، حيت ناس عاديين صافي ما نسوقوش ليهم، ماشي مشكل. كاميرون قتل جيسيكا وبنتها، صافي القاضي خصو يقول ليه كاميرون بصح انت تستاهل 24 عام، ولكن حنت زوين صافي خرج ماشي مشكل. هانيه واش تسطيت؟ واش الشعب راه جوج ديال الناس هذوك ماتوا؟ راه داك كاميرون البوغوس اللي غتسطاو عليه عنده لا مبالاه، لانه كابر في الفشوش وما مسوقش، وتصدم حيت كان كيتخيل بان والديه غيخرجوه من هذا المأزق. فاش قال ليه القاضي الحكم ديالو عينيه بحال هكا تحلو، انا بقى فيا لان انا راه عندي قلب، وصعيب تشوف بحال هكاك انسان اللي غادي يخرج من الحبس يكون عنده 44 ولا 45 عام وصافي حياته كامله غادي تضيع، شنو يخرج من الحبس يدير؟ ولكن حتى داك الاب وديك العائله راه ترزاو في بنتهم وفي حفيدتهم، حتى هما حياتهم تبدلت وغتبدل دائما، مازال هو راه غادي يخرج شي نهار. اما جيسيكا وبنتها ما عمرهم غادي يعاودوا يشوفوا الضو، صافي مشاو. كنتخيل دابا كون كان هذا شي واحد في وجهه ما زوينش بزاف، وكون كان عامر بالطاتواجات ولا فيه شي سيكاتريس الله يحفظ ولا شي حاجه، عرفتوا كون راه كلشي بقى كيقول يستاهل، عجبنا فيه الحكم، اول مره القاضي برنا الغدايد. ولكن كاميرون لا، كاميرون خصو يكون في المجلات وخصو يكون في عروض الازياء، ما يمكنش يكون في الحبس، او الا الزين كامل يكون في الحبس. صافي جيسيكا مشات، جيت جيسيكا اخرى هانيه. ما تبقاوش تحكموا على الناس بالمظاهر بليز، راه كاين بزاف ديال الناس ما زوينش في وجههم وكتلقى قلبهم حليب، وكاين بزاف الناس اللي زوينين وكيديروا الفضايح وحتى هما خاصهم يتعاقبوا، لان ما كاين هذه في حتى شي ديانه ولا في حتى شي قانون اللي كيقول لك الناس الخايبين يتعاقبوا والناس الزوينين نسمحوا لهم ونتعاطفوا معاهم. فكنتمنى تبقاو تفكروا شي شويه بعقلكم قبل ما تبداو هذه الحملات هذو ديال التعاطف مع الناس، لان العائله ديال جيسيكا غيكون ضرهم قلبهم ان حتى شي واحد مسوق لبنتهم وكلشي متعاطف مع كاميرون اللي كان غادي ب 120 في طريق عام اللي كيقطعوا منه الناس وكيمشيو فيه الناس وكلشي. فكانت هذه لا فيديو ديالنا، انا درت لكم خاطركم، واخا هذا النوع ديال الفيديوهات صراحه ما كيعجبنيش بزاف، وكنتمنى تكون عجباتكم، كنتمنى تكونوا فرحانين وتكونوا دوزتوا معايا وقيته زوينه بطبيعه الحال. الله يخليكم ليا، كنصيفط لكم بوسات كبارين، باي باي.